سعيد. نعم. الورق ده مش مظبوط. عارف. طب ايه؟ بص ادام اللي فوق مننا ماضي وخاتم ملناش فيه. ما احنا ممكن يبقى لنا فيه ونكسب بونت عند الراجل الكبير. اه يعني انتوا الاتنين بتفكروا ازاي كل واحد يعمل غلط بطريقه غير التاني. يا سيدي انت مالك؟ انت حد طلب رايك؟ نعم. وانا مش زي زيكم الورق ده عدى عليا زي ما عدى عليكم. ما انا شفت الغلط اللي في الفواتير والحسابات. ده طلع مركز اهو يا عم. انا قلت كتب وروايات وقواعد العشق الاربعين والحاجات دي وبس. الاربعون. ايه؟ قواعد العشق الاربعون. عديتهم انت يعني وطلعوا اربعون؟ اؤمر. اللي يشوف غلط ويحب يصلحه يصلحه. بس مش طمع في الراجل الكبير يا ريس. ولا يطنش ويلبسها للي فوق منه انت كمان. امال يعمل ايه يا استاذ مسعد؟ بسيطة، يعمل الصح ويبلغ اللي فوقيه. والله يصلحها تمام، ما صلحهاش ساعتها نبلغ صاحب المال. واللي فوق منه ده هيقف ويسقف لك ويشكرك؟ يا ابني ده مش بعيد يلبسها لنا. مش مهم، المهم انك عملت الصح. صح، عندك حق. والراجل ده لو طلع شمال وعرف ان احنا فاهمين ومش خام ممكن يلعب معانا وياكل ويأكلنا. سعادتك الفطري للفساد يثير شغفي وذهولي وفضولي يا سعد. شغفك وفطورك انت جعان؟ انت بتدرس عبري يا بابا؟ ما تتكلم عربي عادي. عشان نكسب ثقة الناس لازم نكون صادقين، هو ده الحل الوحيد. بصراحة مسعد معاه حق. الله، وده من امتى ان شاء الله؟ لا حبيبي الحق حق. بس أنا بقى مش شايف إن احنا نقول لحسونة، احنا نوصل الحكاية لنجيب زركش نفسه، لأن حسونة كده كده هياخد موقف ضدنا. اللي تشوفوه.